السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة مستر كريبتو، فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة باخبار العملات الرقمية. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن عملة بيبي. كثير من الاشخاص تداول على هاي العملة، كان فيوتشر او سبوت، وحقق منها مكاسب كبيرة جدا. طبعا جميعكم سمعتوا بالشخص اول طرح عملة بيبي اللي دخل برأس مال 250 دولار وتحولوا تقريبا ل 4,500,000 دولار. فحوى الفيديو اصدقائي رح يكون عن هذا الشخص وكم القطع اللي بدأ يبيعها وليش عم يبلش بيتخلص من عملة بيبي. اما مش فيديو بدون تضغط اللايك وتسمو القناة وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تطبيقاتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بناء القناة، تقدر تضغطه وحدة تنتقل لقناتنا التليجرام. خليكم معنا لهذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. طبعا اصدقائي عملة بيبي بعد انخفاض الاخير للبيتكوين وحاليا عم نرجع بيستعيد قوته، عملة بيبي وصلت لدعم مهم على فريم 4 ساعات، وممكن نبدأ بالانطلاق من هاي المناطق بعد تواجد شمعتين عكس اتجاه، يعني تغيرنا من الموجة الهابطة الى الموجة الصاعدة. حاليا ممكن نرجع مرة تانية نستهدف ارتفاع بصل الى نسبة 20%. لكن اصدقائي الشيء السلبي انه عندي حوت العملة بيبي اللي ربح 4.5 مليون دولار برأس مال لا يتجاوز 250 دولار بدأ يبيع. الحد الآن هذا الحوت أصدقائي باع 3,830,000,000,000 قطعة من عملة بيبي. طبعا هو اشترى ب 250 دولار تقريبا 5,900,000,000,000. حاليا قيمة 5,900,000,000,000 تقريبا 4,000,005,000,000. بدأ يبيع وإلى حد الآن باع تقريبا 3.8 تريليون قطعة من عملة بيبي. هذا الشيء السلبي على عملة بيبي، يعني عندي ضغط بيعي خاصة انه اكبر حوت بالعملة بدأ يبيع عم يتخلص من العملة، فممكن العملة تبلش بمرحلة انهيار وصول الى قاع جديد. لكن لازم احذر، حاليا ممكن يصير عندي ارتدادات، لكن المنطقة اللي لازم راقبها هي منطقة الترند الصاعد. هاي المنطقة لازم احذر منها، اي اغلاق اسفل هذا الترند راح نتوجه لهبوط قوي على عملة بيبي. ممكن الصعود اللي صار في بداية طرح العملة يتم ابتلاعه بشكل تام، يعني ممكن ننخفض الى مناطق تقريبا انخفاض بنسبة تساوي 40%، يعني انخفاض لمناطق 0.608. هاي المناطق اللي ممكن نزورها في حال فرغ بشكل كامل وباع جميع القطع اللي بيملكها. لكن المضاربة حاليا عملة بيبي عملة جيدة، بتقدر تضارب فيها، تقدر تحصل على ارتفاع في حال ارتداد المنطقة الحالية، ممكن نرتفع لمناطق 0.518، يعني ارتفاع بيصل ل 20%. بتقدر تستغلها فيوتشر او سبوت على منصة باينس او على باقي المنصات اللي بتحتوي على عملة بيبي. انا اصدقائي عن نفسي بتداول على منصة اكسنس، ابتعدت كل البعد عن منصات لاني منصة اكسنس هي عبارة عن بروكر فوركس وفيها كمان عملات رقمية. انا بتداول بيتكوين وذهب، هاي الاثنين صراحة بفضل اتداول عليهم لاني مرابحهم عالية جدا. اخر اسبوع طبعا انا حطيت راس مال تقريبا 120 دولار، حاليا مرابحي تقريبا صافي الربح 330 دولار من راس مال 120 دولار اخر اسبوع. يعني انا راس مالي 450، عندي مربح 330 اخر اسبوع، اخر 7 ايام فقط مربح 330. انا بتعامل بهاي الطريقة، حط راس مال صغير وبشتغل فيه حتى كبر الراس المال، برجع بنقل المرابح الى محفظة راس ولت وبتابع بنفس راس المال اللي هو 100 دولار. طبعا عندي 15 صفقة، 13 منهم رابحات، 2 غير رابحات. طبعا الغير رابحات امسكها مرابح تقريبا او خسارة عفوا ما بين 8 دولار الى 5 دولار، بكتفي بهاي الخسارة. لكن انا بتداول وبستخدم الدعوم والمقاومات. اليوم استغليت الذهب بانخفاضه الاخير بهاي المناطق وتأكدت انه عندي دعم من 1913 دعم قوي، لكن كمان كان عندي دعم هو دعم 1918، دخلت عند هذا الدعم لكن للاسف زرت منطقه 1913، بعد ارتدينا بسرعه بشمعه 30 دقيقه واحده الى منطقه دخولي مره ثانيه، وبعدها كملنا بالصعود وحاليا عندي مكسب تقريبا 49 دولار داخلين على 50 دولار. يعني احنا حاليا هدفي 1930، مربح تقريبا 120 دولار. طبعا انا بتداول كمان على البيتكوين، حققت مرابح كبيره من مضارباتي على البيتكوين، تقدروا تشوفوا هذا الشيء. طبعا اليوم حققت مربح 55 دولار، بالامس تقريبا 80 دولار من هبوط البيتكوين، وطبعا يوميا بحصل مرابح ما بين 40 ل 50 الى 60 دولار مكسب. تقدر تتداول على منصه اكسنس، الرابط موجود اسفل الفيديو، والتوصيات راح تاخذها مجانا من قناتنا في حال انضمامك عن طريق رابطنا. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.